نصيحة يا جماعة الخير، أرجوكم وصلوا هذا الفيديو لكل واحد أيي لمحافظة ظفار. لا تقربون البحر في فصل الخريف، يعني لا تيون عند موج البحر ولو يعني بداعي أن والله إحنا بنخلي أولادنا يحطون ريولهم في الماء. دير بالكم الموج هذا خطير، البحر إذا بس تلعب فيه شوي يسحبك يوديك إلى داخل وفي دوامات بعدين حتى ما يقدروا يحصلوك. فلا تقربون البحر في فصل الخريف. ماي فريند باكستاني، انديا، بنغلاديش، بحر، سلالة، زيادة مشكل. شوية بحر، شيل بحر، موت. زيادة موت. بحر خريف، سلالة، دفاق. يا جماعة الخير، هذا هو البحر أمامكم. شوفوا الأمواج وين، تخيلوا أنتوا الأمواج وين. الأمواج على بعد تقريبا 100 متر. فالناس أتي على بالها والله بنلعب شوية، بنخلي أولادنا يحطون شوية ريلهم في البحر، ولكن ما يعلمون أنك بمجرد بس تقعد في البحر يسحبك الموج. شوفوا هذه الموجة لما تي تسحبك الموجة لداخل، بعدين البحر يلمك ويشيلك داخل ويغرقك. فأرجوكم ابتعدوا، البحر هايج وخطير في فصل الخريف. على سبيل المثال شوفوا هذا خطأ، الأطفال الآن خطأ يحطوهم لحالهم. شوفوا شوية موجة بحر تشيلهم وتسحبهم. ديروا بالكم، أرجوكم عيالكم. مشكلة يا جماعة الخير، لا تتعبوا الأخوان في الدفاع المدني يا جماعة والإنقاذ، ترى البحر هايج. هذا أي غواص بيدش فيه، أي قارب إنقاذ بيدش فيه، بحر هايج يلعوزك. فبالتالي حافظوا على نفسكم أرجوكم. الممنوع ممنوع، يحطوا لك سياج، لا تتخطى السياج، لا تقعد لي والله يا بلتقط صورة وبقعد لي على حافة اليبل اللي مطلع البحر علشان والله أنفرد بصورة، ومرض التصوير على كل واحد. لا لا لا، أرجوكم ما في شيء بيفيدكم، لا بتفيدكم الصورة ولا بيفيدكم شيء. فانتبهوا، حافظوا على نفسكم وحافظوا على عيالكم، والله يحفظ الجميع.